الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب ومحق يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا اللهم إنا نستغفرك استغفارا اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمة بالبهائم يا رب العالمين. اللهم رحمة بالشيوخ الركع والأطفال الرضع يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك يا رب العالمين فاستجب لنا دعاءنا واسقنا الغيث وأنت أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأنار الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، هو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينشر الرحمات وهو الذي يرسل الغيوم مبشرات بين يدي رحمته. فمن أجل ذلك أيها الإخوة علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنحن أيها الإخوة
في مثل هذه الأيام التي ينحبس فيها المطر، لابد لنا من أن نتوب إلى الله وأن نستغفر وأن نندم على ذنوبنا ومعاصينا، على الله سبحانه وتعالى أن يرسل علينا رحمته بإذنه، فهو القادر على كل شيء. الله أيها الإخوة قال في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن أحد الرجال جاء إلى الحسن البصري وقال له: يا شيخ نريد مالا، فقال له: استغفر الله. ثم جاء آخر قال: يا شيخ نريد أولادا، فقال له: استغفر الله. ثم جاء آخر وقال: يا شيخ لقد انحبس المطر نريد غيثا، فقال له: استغفر الله. فقال له رجل يجلس بجنبه: ما هذا يا شيخ؟ الأول طلب مال، والثاني طلب أولاد، والثالث طلب الغيث، وكلهم قلت لهم استغفر الله؟ فماذا قال؟ قال له: ألم تسمع قول الله في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. استغفار، لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إذا لجأنا إليه وإذا استغفرنا وإذا تبنا إليه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل علينا من بركات السماء بإذن الله سبحانه وتعالى. فدائما أيها الإخوة جددوا التوبة وجددوا الاستغفار. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ها نحن قد جئناك هنا في العراء يا رب العالمين، ومن أجل أن تنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا يا رب العالمين.